العدوان الثلاثي واحتلال غزة عام 1956. بعد إعلان جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس، تأزمت العلاقات بينه وبين بريطانيا التي عقدت اتفاقاً سرياً مع إسرائيل وفرنسا للقيام بهجوم مشترك ضد مصر. تقاطعت مصالح الدول الثلاث في هذا الهجوم، حيث أرادت بريطانيا استعادة السيطرة على قناة السويس، وأرادت فرنسا وقف الدعم للثورة الجزائرية ضدها، بينما تمثلت مصالح إسرائيل في القضاء على الوجود المصري في قطاع غزة التي كانت تؤرقها وتشكل مصدر مقاومة فعالة، كما كانت تهدف لاحتلال سيناء وفرض سيطرتها على قناة السويس. كانت الخطة تقتضي بأن تبدأ إسرائيل بالهجوم على مصر بدعوى القضاء على قواعد الفدائيين في سيناء، فتتدخل فرنسا وبريطانيا بدعوى الفصل بين الطرفين وضمان حرية الملاحة في القناة. وفي نفس الوقت هاجمت إسرائيل بعملية مفاجئة ضربت فيها المطارات المصرية واحتلت غزة وسيناء بسهولة بالغة في 29 من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 1956. بدأت القوات الإسرائيلية بعد احتلال مدينة غزة بعمل مذابح جماعية وقتل السكان المدنيين الأبرياء. وفي أعقاب دخول القوات الفرنسية، دخلت القوات الإسرائيلية مدينة غزة بدباباتهم التي وضعوا فوقها الأعلام المصرية، فظن أهالي مدينة غزة أن المصريين وصلوا لنجدتهم فخفوا لاستقبالهم، فما كان من الإسرائيليين إلا أن فتحوا نيران رشاشاتهم ومختلف أسلحتهم على جموع أهالي مدينة غزة، فسقط فورا عدد من الضحايا يتراوح بين 200 إلى 300 شهيد. تدخلت الولايات المتحدة مطالبة العدوان الثلاثي بالانسحاب، وردت إسرائيل على هذا التدخل بارتكاب مجزرة في خان يونس ذبحت فيها 275 فلسطينياً ذبح الخراف. اشتعلت في غزة المقاومة الإسلامية للاحتلال الصهيوني، وتحت ضغط المقاومة والضغوط العالمية اضطرت القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية للانسحاب في 6 من شهر مارس آذار من عام 1957، فعادت سيناء وغزة إلى مصر مرة أخرى. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.